جوال بو علي مهدي مصرية من سنوات نايس حالتا حبيت الادفرتايزنج لأن حسيتها بتعني لي لبعدين مفروض شي هيك قريب منها وصراحة كنت أخذ فكرة كتير بسيطة عنها إنه هي شي بس بيصير لي وهين وما بده شغل بس لا لقيتها شي كتير واسع أكتر ما أنا كنت مخيلي وضروري أنا كل حدا بيستفيد منها حتى لو ما قدرت كفي يعني شيء خاص فيها انا كثير استفدت خاصه الدكتور محمد كان كثير منيح معنا واعطانا معلومات بنقدر حيال حدا يستفيد منه حيال حدا سالنا سوشيال ميديا وكذا بنقدر نجاوب شو كان الفيدباك تبعك بمشاركتك مع شركه توب ديزاينز اتش دي كثير حلو كثير عجبتك التجربة بتعيديها؟ أكيد. لما بتحب تقولي thank you قبل ما نخلص؟ بحب تقولي thank you لكل اللي شارك بهذا الشيء اللي استفدنا منه كتير. مرسي. باي.